يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. صباح البركة والخير والسعادة. اللهم آمين. صباح الخير، ورجع لكم تاني بفيديوهات يومية، تبقى طويلة تبقى قصيرة على حسب اليوم. قبل ما ابتدي اكلمكم عن الموضوع اللي عايزة اكلمكم عنه، عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. واعتقد ان كرم رمضان في مش في الاكل والشرب وحتى اللمة، لا، كرم رمضان ان هو بيكون فرصة جميلة قوي قوي ان احنا ناخد اجازة روحانية. بابايا كان دايما بيطلع عمرات في رمضان، وطلع 16 عمرة في حياته، طبعا غير الحج. لكن في السنوات اللي ما كانش بيروح فيها عمرة كان بيعتكف، وانا كنت بشرح للولاد يعني ايه يعتكف، فحابة النهاردة اكلمكم عن الاعتكاف. الاعتكاف زي ما فهمته من بابايا ان الانسان بينوي انه يختلي بنفسه ليتقرب من الله سبحانه وتعالى. فبابايا كان يعني كان في مسجد جمال عبد الناصر اللي هو في كوبري القبة، كان عنده إمكانية إن الناس تأجر معاه يعني مع القائمين على المسجد أماكن ويعتكفوا فيها، وكان فعلا بيروح يقيم إقامة كاملة جوه المسجد. لكن فانا قلت له طب انا يعني طب انا هروح اجي معاك المسجد يعني؟ قال لي لا، انت تقدري تعمليه حتى في البيت، انوي الاعتكاف وادخلي اوضة او حتى كورنر في البيت، ويكون هو ده الكورنر بتاعك اللي هتختلي فيه مع نفسك، وما تتكلميش مع حد، وخلي وقتك كله في قراءة القرآن والذكر والكتب الدينية وأي طقوس دينية محببة لقلبك. وفعلا يعني أنا على مدار السنين عملتها أكتر من مرة، ومش بس في رمضان، في أيام كتيرة كنت بقرر أن أنا أدخل في خلوة مع نفسي وأدخل المكتب أو أقعد في الصالة، لو مثلا جوزي في أوضة النوم وولادي في أوضة النوم بتاعتهم، وأقعد مع نفسي وأنوي نية الاعتكاف. فرمضان فرصة حلوة قوي لكل حاجة كويسة في حياتنا، ان احنا نقوي الحاجات الكويسة دي وان احنا نزود الحاجات الكويسة دي. طبعا يعني بتبقى الدنيا مليانة سوشيال ميديا، واتساب وتمثيليات وميمز واخبار سياسية واخبار اجتماعية وحوادث والكلام ده كله، فده ما بيسهلش موضوع الاعتكاف، ما بيسهلش موضوع الراحة الروحانية، العطلة، البريك الروحاني اللي مفروض ان هو بيجي لنا مرة واحدة في السنة. وليه يجي لنا مرة واحدة في السنة؟ احنا ممكن نعمله، ولكن نغتنم فرصة رمضان ان احنا نمرن نفسنا. بيقولوا ان احنا عشان نعمل اي عادة، نأصل أي عادة في حياتنا، فإحنا محتاجين من 21 يوم لـ60 يوم. فتخيلوا كده رمضان 30 يوم. لو إحنا قررنا على عادة كويسة واحدة بس، هنطلع من رمضان وهي بقت جزء من حياتنا. فتعالوا نبتدي نفكر في عادة كويسة ممكن نعملها في حياتنا، في الأكل، في الشرب، في الكلام، في الشغل، في البيت مع الولاد، ايا كانت هذه العادة. السنة دي مثلا وانا بتكلم مع ابني، قال يا ماما العادة اللي انا عايز اقصلها في نفسي في رمضان، طبعا هو بيتكلم بالانجليزي، لكن انا بقول لكم، هو قال لي ان هو عايز يتعلم المداومة على قراية القرآن كل يوم. طبعا في رمضان كل على الاقل كل واحد فينا بيقرأ جزء في اليوم، وعلى اخر رمضان بنختم المصحف مرة واحدة. انا من زمان قوي قررت ان انا مش هلهث في هذا السباق، وهركز اكتر على العلم.
العلم القرآني، ان انا اقرا الايات وافكر نفسي بمعانيها واقرا الشروح بتاعتها، واذا كان في حاجه معينه، قصه معينه متعلقه بالايه هدور عليها واتعلمها. ده اسلوبي، ده اللي انا قررته لنفسي. السنوات اللي فاتت لا، كنت بحب ان انا اختم المصحف مره واثنين وثلاثه لو قدرت. في سنه واحده بس قدرت اختمه 3 مرات، لكن عمري ما قليت مثلا عن مره واحده، وبعض السنين مرتين. لكن يعني مؤخرا قررت انه لا، انا مش عايزه تبقى هي دي العاده اللي انا عايزه اقصلها في حياتي. انا عايزه اقصل عاده حب العلم، اني ادور على الآية وشرحها، واذا كان في احاديث مترتب يعني شبكة فيها، اذا كان في شروح معينة، واسمع واقارن بين الشروح، وحتى كمان اسمع للناس اللي بتهاجم الاسلام واعرف هم بيهاجمونا ليه والعيب فين والكلام ده كله. بالنسبة لابني قال لي لا، انا عايز يعني اتعود على ان انا اقرأ القرآن كل يوم، فهحدد ميعاد معين مناسب للاوقات حتى فيما بعد رمضان، سواء عنده دراسة او ما عندوش دراسة، يكون ميعاد مناسب انه يعمل هذا الفعل ايا كانت ظروف حياته. هيقرأ قد ايه؟ سألني قال يا ماما اقرأ قد ايه؟ قلت له تقرأ على الاقل صفحتين، صفحتين دوبل كويسين معقولين، و يعني مش هيبقى فعل كبير قوي 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 في حياتك، بحيث ان هو يتحول انه يبقى بردن، انه يبقى عبء. ايه ده هقرا؟ ايه ده هروح مش عارف ايه؟ يا خبر ابيض لسه قدامي كل الايات دي. لا، مجرد صفحتين قراءه خفيفه، لو في كلمات صعبة ممكن تيجي تسألني، ممكن تسأل باباك، ويعني شوية شوية. ابني التاني قال لي ان العادة اللي هو عايز يربيها في نفسه وفي حياته حاجة معينة، تمرين معين بيعمله كل يوم الصبح، بعد فقرر انه بعد ما يصلي صلاة الصبح اما يصحى من النوم، طبعا احنا دلوقتي بنصلي صلاة الفجر وبننام تاني، فلما يصحى من النوم يعمل التمرين ده. ف يعني ربط التمرين اللي هو عايز يعمله ده مع صلاة الصبح، بحيث ان هو يقدر يعمله سواء هينزل يروح شغل، سواء هينزل يروح مدرسة، هينزل يقابل اصحابه، يعمل اللي يعمله، ولكن بقى بيربي هذه العادة في حياته واحدة واحدة. وهو ده اللي انا عايزه اكلمكم فيه النهارده، واللي انا عايزاكم تعملوه النهارده. قرروا على عاده واحده، حاجه نفسكم تعملوها، وابتدوا بمقدار بسيط قوي 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 ايا كانت. مفيش عاده كويسه تافهه، العادات الكويسه كلها بتساعدنا ان احنا نحسن حياتنا. وقليل دائم خير من كثير متقطع. فاحنا نفكر كده في حياتنا، ونقرر على عادة واحدة فقط هنقررها وهنعملها كل يوم، ونختار لها وقت مناسب ونعملها كل يوم، ونغتنم فرصة ان احنا في رمضان، بحيث ان احنا على اخر رمضان تكون هذه العادة اترسخت في حياتنا وبقت جزء مهم من حياتنا. فبعد رمضان نستكمل ان احنا نعملها ونكمل المشوار، وممكن بعدها بقى نبقى نفكر في حاجة تانية. انا هفكر في عادة ممكن كلنا ان احنا نعملها، وهقول لكم عليها بعد شوية. احنا دلوقتي رايحين نشتري طلبات للبيت، للأسف عندنا حالة من الإغلاق علشان البانديميك اللي احنا فيها، فلما زادت الحالات الحكومة في الولاية اللي احنا فيها قررت احكام الاغلاق اكتر واكتر، فاحنا يعني نازلين نجيب طلبات للبيت عشان نقلل من خروجنا لشراء الطلبات، ونخلي خروجنا فقط ان احنا ننزل في مكان مفتوح علشان نمشي ونمارس الرياضة كل يوم.
فأشوفكم بعد ما نروح مشوارنا وأرجع وأقول لكم على العادة الكويسة اللي ممكن نغتنم رمضان، أو كذا إكزامبل يعني كذا مثال للعادات الكويسة اللي ممكن نغتنم رمضان وندخلها في حياتنا علشان نستمر عليها بعد رمضان. أشوفكم بعد شوية.